بنستخدمها في الموليكولر بيولوجي. عندنا اول حاجه اول جهاز اسمه ثيرمال سايكلر. ثيرمال سايكلر دوت بيعمل ايه؟ بيعمل تكنيك اسمه بوليمريز تشين رياكشن. محدش منكم يقول ان البوليمريز تشين رياكشن ده جهاز، ده مش جهاز، ده تكنيك، ده حاجه او رياكشن هو اسمه بوليمريز تشين رياكشن، يعني تفاعل بيتم في جهاز اسمه ثيرمال سايكلر. الفايده بتاعته ايه؟ هي امبليفيكيشن دي ان اي. عندي دي ان اي تمبلت صغير عايز اشوف هو موجود ولا لا، فباخد منه سيكونس واكبره. لو هو موجود هيكبر، لو هو مش موجود مش هيكبر. فاهمين قصدي ايه؟ يعني مثلا دلوقتي انا بالظبط كده، انا مدخل كماشه في مكان، الكماشه ديت لو لقيت مسمار هتلزق فيه، ما لقيتش مش هتلزق. نفس النظام كده الدي ان اي السيكونس ده لو موجود حاجه بدخلها للعينه بتاعتي هتكبرها لي، لو مش لو ما كبرتهاش يبقى مش موجود، لو اتكبرت يبقى هو موجود. وكل ده هناخده في سيكشن رقم 4 اسمه البي سي ار، سيكشن كامل عن البوليمريز تشين رياكشن. الجهاز بقى هو فين؟ ادي الجهاز اللي هو مفتوح ده، اقف انا عنده لو سمحتوا بعد اذنكم. بصوا يا شباب الجهاز دوت هو ده اسمه الثيرمال سايكلر. الجهاز ده اسمه الثيرمال سايكلر، هو ده اللي بيحصل فيه التكنيك بتاعنا البوليمريز تشين رياكشن. دلوقتي يا شباب انا السوليوشن دي الاي تمبلت بتاعتي اللي عايز اعمل لها امبليفيكيشن احطها في تيوب. التيوب هي التيوب الصغنططه دي، خلاص التيوب ديت هي اللي بيحصل فيها امبليفيكيشن للدي ان اي. انا عندي الجهاز دوت ليه المقدره ان هو يعمل لي 96 رياكشن في نفس الوقت. يعني مثلا هو الجهاز بياخد ساعه ونص مثلا، او الرياكشن بياخد ساعه ونص، ممكن اعمل 96 تجربه في نفس الساعه ونص دي. ماشي يا شباب؟ ليه؟ قال لي ان هو حاطط لك جوه الجهاز 96 ويل، 96 فتحه تحط فيها 96 امبير. ماشي كده يا شباب؟ طيب انا هعمل البوليميز تشين رياكشن، التكنيك ده بيتم على كام ستيب؟ ثلاثه. ايه هما؟ ديناتيوريشن عند درجه حراره 94. ماشي 94، الوقت بتاعها من 20 ل 30. بعد الاكستنشن، بعد الديناتوريشن الانيلي، الديناتوريشن تفصل الدي ان اي، الانيلينج تلزق للبرايمر. شوف بقى انا اقول ايه، تلزق للبرايمر اللي هيلزق في الحاجه المكمله ليه. لو البرايمر لزق هيحصل امبليفيكيشن، البرايمر ما لزقش مش هيحصل اي حاجه. واضح كده؟ زي ما قلت لكم هتشرح كل ده بالتفصيل. بعد الانيلينج هي عمليه لزق البرايمر في التمبلت بتاعه او في الكومبلمنتري سيكونس بتاعه. بعد الانيلينج يحصل اكستنشن. ايه الاكستنشن؟ ابدا الشغل بقى، يلا كبر. دي اسمها الاكستنشن. بتتم فين؟ عند درجه حراره 72. الوقت من 20 ل 25 ثانيه. الوقت قد ايه؟ من 20 ل 45 ثانيه. 20 ايه؟ وقت ايه؟ وقت ايه؟ طيب بصوا يا شباب ده بيتم في ايه؟ في حوالي 30 ثانيه، ممكن تزيد دقيقه. بيتم كده. في بعض الاجهزه بتعملها في وقت اكبر. يعني هم الدكتوره ما قالتوش عشان ليها ايه؟ تغيرات شويه، بس الشرح بتاعنا هيبقى ثابت عند ايه؟ مكان معين لما نتفق مع الدكتوره نشرح لكم بقى نتيجه. ماشي يا شباب؟ طيب بعد كده خلاص التجربه خلصت. اخر خطوه اظن ان هي ما اتقالتلكوش حاجه اسمها الهولدنج. يعني ايه الهولدنج؟ يوقف بقى. يعني انت لو سبته شغال هيقعد يعمل اكستنشن. لا وقف بقى. حاجه اسمها الهولدنج دي بتتم عند 4 درجه مئويه عشان توقف الايه؟ عمليه الاكستنشن خالص. خلاص التجربه خلصت، اخد بقى الايه؟ الانبوبه بتاعتي. انا بعتقد ان هو ايه؟ البرايمر لقى السيكونس المكمل ليه وعمل اكستنشن وكبر، عمل امبليفيكيشن. اروح واخد بقى الايه؟ السوليوشن بتاعي ده وعايز اشوف الدي ان ايه كبر ولا ما كبرش. ماشي كده؟ اروح على جهاز اسمه ايه بقى؟ الكتروفوريتيك سيل سيرم. انا عايز اشوف السيكونس بتاع الفيروس موجود ولا لا، صح كده؟ انا عاوز اعمل له امبليفيكيشن عشان اشوفه تحت الايه؟ تحت الكاميرا اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. طيب فبحط ايه بقى؟ بحط حاجه مكمله ليها تكبرها. فباخد السوليوشن بتاعي اللي هو عينه سيرم مثلا وليكن 2 مايكرون مثلا، مايكرو مثلا مايكرو ليتر، واحط عليها الحاجه اللي هتكبرها اللي اسمها البرايمر. لا اسمها البرايمر، كل ده في نفس الانبوبه. لان خلاص الانبوبه دي هي اللي هيحصل لها امبليفيكيشن، لازم احط كل الظروف او كل الماتيريال اللي هتطلع لي اللي هتطلع لي البرودكت اللي هو حصل له امبليفيكيشن. واضح؟ يعني كله موجود في الانبوبه دي. خلاص حصل امبليفيكيشن، عايز اشوف بقى الايه؟ عايز اشوف الدي ان اي سيكونس. الدي ان اي او الحاجه اللي هنا ديت هجريها على جن، اجروش جن. الجن دوت بحطه في جهاز اسمه ايه؟ الكتروفوريتيك سيل. الالكتروفوريتيك سيل ديت في حاجه اسمها ترين.
اللي هي الحاجه اللي هحط عليها جل. التري دوت ليه جنبين مقفولين وجنبين مفتوحين. الجنبين المفتوحين دول بقفلهم ببلاستر واصب الجل وهو ليكويد لسه، اسيبه يجمد. بعد ما يجمد اروح جايب كومب كده اللي هي حاجه عامله زي المشط، ويروح عامل لي الويل على حسب العينات اللي انا هحطها في الجل ده. عندي خمس عينات، يبقى انا عندي كومب فيه خمس سنون كده، تبقى الويل بتاعتي اللي هحط فيها العينه. بعد ما انا احطه وهوريكم الشامبر ديت، بعد ما انا احطه انا عايز اعمل ايه؟ سيباريشن للدي ان ايه اكوردنج تو اتس سايز، طبقا للسايز بتاعه عشان يجي. هو الدي ان ايه التشارج بتاعته ايه؟ عشان وجود فوسفورس فوسفيت جروب. يبقى انا هحطه ناحيه النيجاتيف الكترود ولا البوزيتيف الكترود؟ النيجاتيف الكترود. ليه؟ النيجاتيف الكترود عشان ايه؟ ولا نيجاتيف؟ عشان يروح للبوزيتيف، عشان يحصل له ريفرشن، عشان يجي. لو انا حطيته في البوزيتيف مش هيجري، ده هيفضل واقف لان هو لازق في الايه؟ حصل اتراكشن. انما هحطه عند النيجاتيف عشان يحصل ريفرشن ويجري. جاريو دوت على طبقا للسايز، لو هو فيري ماينيوت، لو السايز بتاعه صغير هو هيجري جامد، لو هو تقيل هيجري حبه ويقف. طب ايه الشمبر بقى اللي بيحصل فيها؟ هي البتاعه اللي هي لونها اخضر في سفوري دي، شايفينها؟ دي الشمبر اللي بيحصل فيها هي دي. ادي يا شباب، ده لما يشتغل بيطلع لي يو في لايت من تحت. بحط الجل هنا، بحط الجل في الجزء اللي هو الاسود ده، وبعد كده اقفل او ممكن ما اقفلش واحط الكاميرا الجميله دي، الكاميرا الحديثه دي مودرن، نحن في عصر المودرن. بحط بقى وببص من فوق هنا، خلاص كده من فوق هنا اشوف البندايه واصور بالكاميرا الحديثه بس معايا، خلاص. وبعد كده اخد الايه الصوره ديت واقارنها. اثناء وانا بعمل الالكتروفوريتيك في حاجه اسمها ماركر، اظن اتقالت. الماركر ده عباره عن ايه؟ انديكيتور بيقيس لي البندايه اللي طالعه لك. الماركر ده هو دي ان ايه برضه، بس بيتفصل كل فصله بتاعته او كل بنده من الماركر انا عارف السايز بتاعها. البندايه بتاعه الدي ان ايه الانون بتاعي هقارنها بالماركر ده واشوف. انا بقول ان لو الفيروس بتاعي اتش سي في موجود المفروض يطلع لي بندايه عند 200 بيز بير مثلا، ده المفروض. لو لقيت بندايه عند البيز بير 200 بيز بير، يبقى انا اقول كده ان الفيروس ماله موجود. لا طلع، وانا بقول هو المفروض الفيروس يطلع عند 200 بيز بير. لقيت بندايه في العينه اللي انا حاططها طلع عند 200 بيز بير، يبقى الفيروس موجود، يبقى العينه بتاعت السيرم دي بوظت. فهمتوا ازاي التكنيك بيحصل؟ ده اسمه البي سي ار. ماشي كده يا شباب؟ خلاص؟ يعني كل ده ده وده وده بي سي ار من غير اي واحده فيهم، انا ما طلعتش النتيجه بتاعتها. خلاص؟ ماشي؟ ده بالنسبه لعمليه البوليمريز تشين ريأكشن.